نعم، وانت ناقشتها في مقالك في الشرق الأوسط زبدة الأقوال في موضوع المونديال، وتطرقت إلى هذه المسألة وكيف أنه تم التسييس، وبالذات ضربت مثال لأوكرانيا. طبعا يعني احنا دائما نتساءل ماذا لو قرر فريق عربي أو لاعب عربي أن يحمل شارة عن فلسطين دفاعا عن الدين، دفاعا عن فكر معين في منطقة معينة، ما الذي كان ستفعله الاتحادات الدولية بالنسبة للرياضة أو المنظمات الحقوقية أو خلافه؟ عندنا مثال صارخ من سنة، كان في لاعب من أصول كوسوفية في فريق سويسرا رفع شعار الجناحين في فرحته بالهدف، وعوقب لأنه هذا الشعار اعتبر شعارا معاديا ضد الصرب، وهذه لافتة سياسية اعتبرها الفيفا وعاقب اللاعب على ذلك. فبالتالي كان لا يسمح بهذا الشيء أبدا، واليوم في مساحة غريبة بين قوسين مسموح بها أن يتم مناصرة بعض القضايا على حساب الأخرى، وهناك ميول غير عادل وغير منطقي لصالح تلك القضايا، وكأن هناك أجندة تنفذ بشكل واضح وفج. طيب يعني احنا نتكلم هنا عن ازدواجية معايير، ام انه مثلا احد المشاهدين او المستمعين قد يقول لك ان هناك حرب نشبت بسبب كرة القدم، ان هناك صراعات اخرى، لكن مثل ما قلنا في مقدمة الحلقة الدبلوماسية الرياضية هي المصطلح الذي شاع واستخدم بين الصين والولايات المتحدة وامثلة كثيرة، فهل نحن امام ازدواجية معايير او حجم الصدمة مما حدث مثلا في اوكرانيا شرع هذه الامور؟ لا، أنا أعتقد أن هناك ساحات حرب جديدة تم إيجادها، مثل ساحة الحرب الإلكترونية، ساحة الحرب الرياضية، ساحة الحرب الاقتصادية، ساحة الحرب الإعلامية. بدل من المواجهة العسكرية التقليدية، هناك حروب تمارس في ساحات ومساحات جديدة بسبب التقنية، بسبب الرياضة، بسبب اليوم المؤثرات الخطيرة. اليوم نص سكان الكرة الأرضية يشاهدون ويتابعون كأس العالم، فالتأثير لحدث رياضي مثل هذا برسالة موجه في خلال هذه المناسبة أقوى من أي شيء ثاني ممكن أن يعمل، أقوى من أي حرب أن تقام. فبالتالي هناك توظيف لآليات الحرب الغير تقليدية.